نايمين عادي. ايه؟ طلع في الاسانسير؟ طلع في الاسانسير؟ نسيتي ورقة في المكتب؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه يا جدعان احنا قاعدين في بنزيمه مفيش شويه شاي ولا اي حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا مش معقول، دي مش شقتي. لا اللوحه دي عندي في البيت. ايه اللي مبهدل الدنيا كده؟ حرامي دخل. انا ما كانش عندي تماثيل في البيت. ايه الوليدة عندها رمض في عينيها ولا ايه ده؟ وسيم يا وسيم. ايوه تعال. ايوه استنى استنى، في حاجة في البيت غريبة. انت تقرب لشعبان عبد الرحيم؟ انا شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم هنا في بيتي؟ في بيتك؟ يعني انا في بيت اوفن؟ عباس النمر محامي انف واذن، قضايا جنح جنايات خلع نفاح حجر ولاعة جلدة للبطاعة جلدة للساعة جلدة للتدليل. عباس النمر. سناء جميلة وسيم. ايوه يا دكتور. جميلة وسيمة انا شايفاك، واطلعوا اطلعوا. تعالوا هنا. الولاد اخذوا الفيتامينات؟ كله تحت السيطرة ما تقلقيش. برافو. اخذت الفيتامين حبيبي؟ ايوه اخذت الفيتامينات. شربت اللبن قبل ما تاخد الفيتامين؟ وشربت اللبن وغسلت وشي بالمية والصابون واسناني بالفرشة والمعجون. برافو برافو برافو. شاطر شاطر شاطر. جميلة جميلة اخذت الفيتامين؟ ايه اللي انت لابساه ده يا حبيبتي؟ في ايه ماما؟ مش قلت لك بلاش لبس الصبيان اللي انت لابساه ده؟ مامي انا بحب اللبس ده جدا. وانا ما بحبوش جدا. انا عايزه اشوفك بنوته حلوه. فين الفستان الروز اللي انا جايبه لك؟ يلا ادخلي غيري البسي الفستان الروز. حاضر يا ماما. مش الروز بيبقى احلى عليها يا وسيم؟ طبعا بينطق عليها طبعا. بيخلي وشك منور يا قلبي. وسيم البنطلون بيجي مش عاجبك؟ اخش اغيره بسرعه. دقيقه واحده. زمنها غلية غلية بعد شوية جاي تلعب وحاجات جاي مش عارف ايه اللي بيعجبها انها تلبسني الهدوم دي. ست غريبة سيكوباتية. نفسي اعرف في ايه بس يا رب. ايه اللي انت لابسه ده؟ عندي حفلة تنكرية. عندك حفلة؟ ايوه. هو انت امتى بقى هيبقى عندك شخصية؟